جايز، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما ابدا هذا الفيديو لازم تحطوا لايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي ريم كتابة. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بيجا اكس تي، واخيرا يا جماعة رجعت بعد ما سحبت عنكم حوالي اسبوع تقريبا. احسن من لسه سحبت علينا يا جماعة، كان بسبب الاختبارات، الحمد لله انه خلصت. وبعد يوم الخميس الجاي خلص بتخلص المدرسة عنه وبتبدأ العطلة الصيفية. فاوكي يا جماعة، فكرة اليوم أو فكرة مقطع اليوم هو عن سحب 900 مجوهر اللي كنت بدي اسويه بالقناة. نزلت لكم فيديوهين قبل هيك، والكل مفكر انه انا بدي اسحب على سحبين، يعني يكون في سحبة 900 مجوهر وسحب تانية 900 مجوهرة. بس يا جماعة مو هيك، لانه انا حطيت نفس عدد المشتركين تبع السحب، يعني شروط السحب. انا نزلت لكم المقطع هداك بس عشان اذكركم، وهذا المقطع كمان عشان اذكركم عشان اعطيكم التفاصيل بخصوص سحب 900 مجوهرة. هلا قناتنا، يعني قناتي عبارة عندها 4230 مشترك. فا اوكي جماعة، السحب هذا رح اسويه بس اوصل 4300 مشترك. فا اوكي طبعا ايش رح اسوي على 900 مجوهرة؟ اذا بتسألني ريم الكودات اللي كنت رح تنزليهم فينهم، او ليش بطلت، ليش ما عم انت وعدتيني انه انت تنزلي كودات بس ليش ما هي؟ يا جماعة بطاقة البنك تبعي حاليا متوقفة بسبب انه لازمها تحديث، فهذا رح ياخد وقت لحتى اني اقدر لحد هلا ما تحدثت البطاقة، فرح تاخد وقت طويل يعني لحتى اقدر احدثها. بس وعد انه بعد ما تصير بطاقة الملك وخلص تمشي كل اشي رح انزلكم اول فيديو بحكيكم فيه خدوا كود، الكود ممكن يكون قيمته من 50 مجوهرة الى 180 مجوهرة يعني. فاوكي يا جماعة، طبعا شروط السحب هي كالتالي، تبع 900 مجوهرة نوصل 4300 مشترك، تحطوا لايك لهذا المقطع وتكتبوا تحت بالتعليق اسمكم ورقمكم باللعبة، وكمان تابعوني على تطبيق يوني. يعني ما بعرف تطبيق يوني هو تطبيق في بيكا اكس تي، او ما تدخلوا على بيكا اكس تي بيطلعكم هيك مثل القلب، بدكم تروحوا انتوا تدخلوا عليه. وبعدين صار لي زمان ما دخلت، اوه 1100 متابع صار عندي. اوكي يا جماعة هذا هو تطبيق اليوني، هذا هو حسابي انا على يوني. ثواني 1111، لازم اصور صورة مشان ما انسى هذا اليوم. اوكي ثواني صورة. اوكي يا جماعة بدكم تتابعوني هوني. طبعا الرقم تغير باللعبة، فتغير من 441 ل 848، فبدكم تكتبوا ريم كتابة 848 وبعدين تضغطوا على متابعة عندي وبس. اوكي طبعا مثل ما قلت لكم بس نوصل 4300 مشترك رح اسوي السحب على 900 مجوهرة. وكمان بمناسبة بدي احكي شغلة تانية، واللي اجاني تعليقات بيحكوا لي ريم انه طيب واللي ما رح يفوز بهذا السحب، اذا انا ما فزت بهذا السحب رح انسحب من القناة، ليش اعذب حالي واشترك وبالاخير انا ما افوز؟ يا جماعة ما في داعي انكم تحكوا هذا الكلام يعني ابدا، لانه انا ومتابعيني اللي بيتابعوني من زمان بيعرفوا انه انا حرفيا حوالي بالشهر بسوي اكثر من سحبين او 3 سحوبات. يعني انا يمكن اكثر يوتيوبرز بسوي سحوبات بين اليوتيوبرز العرب، بتوقع هذا الشيء. انا مثل ما حكيت لكم انه كنت بدي اسبوع اني انزل لكم مقطع بحكي لكم في هذا كود لكم، بس للاسف بسبب بطاقة البنك تعطلت الامور وما قدرت اني انزل لكم شيء. بس بوعدكم انه بعد ما تصير رح اصير انزلكم كل اسبوع. والناس اللي بتحكي لي ريم ايش فائدة اني اشترك مثلا او هاي، يا جماعة الفائدة انه بعد ما تشتغل بطاقة البنك تبعي رح اصير انزلكم كل اسبوع على هاي القناة مقطع قصير مدته حوالي دقيقة ونص، بعطيكم فيه كود بمجوهرات او ممكن يكون كود ببيت او ببدلة هيك شي يعني. وقيمة المجوهرات بتصل من 500 وممكن يخليها توصل لـ400 مجوهرة. فانتوا اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس وبس، اتمنى منكم انكم تسووا هدول الشروط. وبالمناسبة كمان التواصل،
في ثلاث طرق انكم تتواصلوا معي للرابحين اللي رح يربحوا 900 مجوهرة او الكودات التانية. عفوا من الكودات التانية. الكودات التانية رح احطيكم اياها اصلا انا بالفيديو، فاول واحد رح يشوف الفيديو رح ياخد الكود. بس عم بحكي انا عن تبع 900 مجوهرة. يا جماعة بالمناسبة اللي رح يربح 900 مجوهرة بالسحب فرح يكون هيك التواصل معه، يا اما عن حساب اذا كان عنده حساب بنترست، او اذا كان عنده حساب على روبلوكس، او على قناته على اليوتيوب اذا كان عنده قناة، فبروح على القناة واكتب له تعليق مثل ما بسوي كل سحب بسوي على القناة، او اذا على بنترست ف بعطيكم بعطي انا اسمي مثلا للفائز، وبدل نتواصل هنيك وبقدر اعطيه كود اللي فيه 900 مجوهرة، وعن طريق روبلوكس كمان نفس الشيء بطريقة اني انا اعطيكم الكود عبر هنيك. وبس يا جماعة طبعا هذا هو الفيديو حبيت اني اصوركم اياه، بعرف اني صار لي زمان كتير ما نزلت، بس ان شاء الله خلاص بصير انه كل يوم انزلكم فيه. نزلت لكم على المنتدى انه ببدأ انزل فيديوهات مقاطع من يوم الاثنين، بس يا جماعة اخذت عطلة بالنسبة لي، وكمان كان عنا كتير مشاريع انهم اننا نقدر نسويها، مشاريع علوم ومشاريع رياضيات وهيك شيء. بس يا جماعة طبعا ده هو خلص الفيديو تبعنا، بتمنى انا اشوفكم، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، بس اشوفكم فيديو جديد، سلام.